السلام عليكم، ايه الاخبار؟ النهارده هتكلم عن الاندو اريجيشن نيدلز، وهتكلم عن الفرق ما بين كل نيدل والتانيه او السيرنج والتانيه من اللي احنا بنستخدمهم. طبيعي لما بنيجي نشتغل احنا اندو دايما بنجيب يا اما سرنج 10 يا 5، وبصراحه انا مش عارف مين الفاضي او اللي بيشتري سرنجه 3 سم ويشتغل بيها اريجيشن. هي ميزه السرنجه 3 سم او السيرنج 3 سم ان التيب بتاعتها صغيره مقارنه بالخمسه والعشره سنتي. طيب عشان نفهم دي لازم نفهم احنا التب دي بتتقاس بايه. التب بتاعت النيدل دي بتتقاس بواحده اسمها جيج. يعني ايه جيج؟ يعني لما اجي اقول لك ان السرنجه ال 10 سنتي دي 21 جي، جي دي اختصار جيج. كل ما الرقم 21 دي معنى كده ان التب كبيره، كل ما الرقم قل يعني بقيت 19 18 ل 15 لحد 1، كل ما السايز او التب بتاعت النيدل نفسها زادت فبقت واسعه فما تدخلش في الكنال. لكن كل ما الرقم يزيد توصل 21 23 24 25 27 و30، كل ما التب عماله بتقل، كل ما كان سهلة ان هي تدخل في الكنال مرتاحه جدا. طيب ال 10 سم، ال 10 سم دي الجيج بتاعها 21، تمام؟ يعني قد ايه؟ يعني كمل، يعني 0.8. 0.8 يعني ايه؟ يعني لو انا مش فاهم 0.8 يعني ايه؟ يعني فايل 80، انت متخيل؟ طيب بلاش منها دي، نجيب دول ال 5 سم 23 جي، جيج 23 دي بتساوي كام؟ 0.5 تقريبا او 0.55 حاجه زي كده. غير كده في 2 3 سم، واحده للادلت واحده للتشايلد اللي هي سرنجة اطفال. الفرق ما بين دي ودي، دي 24 ودي 25. ما بين دي ودي 0.05، 3 سم الادلت اللي هي 24 بتساوي 0.5. دي ال 3 سم الاطفال بتساوي 0.45. طيب ايه المشكله؟ يعني وبعدين الاندو اريجيشن نيدلز 0.3 يعني فايل 30. الحقيقه الاندو اريجيشن نيدل لو ما جربتهاش انت فعلا لازم تجربها لانها ادمان وبتسهل عليك شغل بطريقه غير طبيعيه. يعني مثلا لما تيجي تقارن بتدخل فايل 30 وتنط تدخل فايل 50 او فايل 80 زي التب بتاعت السرنج ال 10 سم، مفيش مقارنه. بس الناس دايما بتكسل وبتقول لا انت تجيب ال 5 ال 10 سم عشان ما تقعدش تملى كل شويه ايرجنت سوليوشن، وفي نفس الوقت الناس بتكسل تدفع الثمن دي لان يعني دي من 5 جنيه ل 7 جنيه تقريبا الاندو اريجيشن نيدلز. انا شخصيا اللي انا بعمله، انا بجيب ال 10 سم اخد التب بتاعتها وبستخدمها كاسيد اتش تيبس او للفلوبل كومبوزيت، كتيبس للفلوبل كومبوزيت، وبجيب اندو اريجيشن نيدلز زي دي اللي ب 5 جنيه. لو انت مش عارف اهميه النيدل دي فعلا، يعني انا عايزك تفتكر لما بتخش بفايل 15 وبعد ما تخلص فايل 15 تيجي تطلع لفايل 20، قد ايه تلاقي ريزيستنس وانت بتدخل فايل 20؟ تقعد تحط معاها ايديتا بقى وحاجات من دي. انت عارف الزياده ما بين فايل 15 لفايل 20 كام؟ 0.05، يعني 5 من 100، 0.05. انت عارف الزياده ما بين سرنجه الاطفال دي والاندو اريجيشن نيدلز كام؟ 0.2، 2 من 10، ودي 5 من 100. التب النيدل بتاعت السرنجه 3 سم، بص، ودي دي الاندو اريجيشن نيدلز اللي هي سايد فينت نيدل. انا بس عايزك تبص ولك ان تتخيل على اللي هيحصل دلوقتي. هي هيك كده، ده اللي بيحصل. فوكس، لو خدت بالك اهي دي بتطلع منها، ارجع ادخلها فيها تاني، دخلت فيها اهو اهو. انت مدرك او متخيل الحجم بتاع التب؟ ان تب تدخل جوه تب تانية، يعني احنا معظمنا بيشتغل بالتب دي. دي الاندو اريجيشن نيدلز اهي.
والله بجد يعني انا انت لازم تجرب دي. انت اندو اريجيشن نيدلز ال 0.3 اللي هي بحجم فايل 30، من بعد فايل 20 لو انت بعد ما خلصت جلايد باث من بعد فايل 20 هتلاقيها بتدخل في الكنال، بعكس تماما النيدل اللي بتكون موجوده مع اي سرنجه بلاستيك. بص دي بتقلل ستريس على الفايل، بتوسع لك، بتفتح لك الكنال، تطلع لك كل الدبرس، بتنزل مور بريابيكال، بتقلل ستريس على الفايل بانها بتشيل لك كل الدنتين شيبس اللي خلاص اتقطعت وتنظف لك الدنيا بحيث ان الفايل يدخل مرتاح. جربها صدقني هتعجبك جدا. التب بتاع دي سايد فينتد نيدل، يعني مش مفتوحه من ال من مش فلات اند او بيفلد، لا دي سايد فينت نيدل. مع دي مفيش صوديوم هايبوكلورايد اكسيدنت ولا الصداع ده. صوديوم هايبوكلورايد اكسيدنت دي من اوحش الحاجات اللي ممكن تحصل معاك، وهي هتحصل معاك يعني مفيش حد ما حصلتش معاه، يعني هي هتحصل معاك، فلازم تبقى عارف هاو تو مانج، وحاول دايما تو افويد ات. بس كده، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام عليكم.